مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجبهة الشعبية مكون سياسي جديد بشعارات قديمة. نواب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالمجلس التأسيسي يحذرون من مخاطر استخراج غاز الصخور بالقيروان. ورشة الأمن الغذائي الحيواني تبحث في أسباب الارتفاع المشط للأعلاف وانعكاساته السلبية على الفلاحين. أهالي معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي يطردون معتمد المنطقة. أعلن 12 حزبا ومرجعية يسارية وقومية اندماجهم في جبهة شعبية طرحوها كبديل آخر لموصفوه استقطابا ثنائيا بين الإسلاميين بقيادة حركة النهضة والشق الدستوري بقيادة نداء تونس. فما هي الأرضية المشتركة لأحزاب الجبهة الشعبية؟ هي أرضية اشتغلنا عليها طيلة أشهر، فيها المشترك المعروف وفيها ما تم بلورته. احنا نتقابلوا على ضرورة بناء دولة مدنية جمهورية يقع فيها التداول على السلطة، تمنع هيمنة أي حزب مهما كان على مفاصل الدولة، عندها بعد اجتماعي واضح، لأن الديمقراطية بدون بعد اجتماعي يحل مشاكل الطبقات الكادحة عمرها ما تنجح. الأرضية هذه هي أرضية تقوم على ثلاثة محاور أساسية: المحور الوطني، المسألة الوطنية اللي فيها استقلال القرار الوطني وفيها الهوية الوطنية. المحور الثاني هو المحور الديمقراطي، النظام السياسي والحريات، والمحور الثالث هو الاجتماعي، التنمية والعدالة والتشغيل وغيره. هذه الجبهة هي جبهة أساسا جبهة سياسية وليست جبهة إيديولوجية. الهدف منها بعث رسالة واضحة للمواطن التونسي وللرأي العام الوطني والعالمي أن هذه القوى رغم اختلافاتها الإيديولوجية هي مقرة العزم باش تطور العمل السياسي في تونس، وباش تقول للتوانسة راهو ما فماش أشياء هكا منزلة علينا من فوق في العمل السياسي، هناك إرادة، ونحن نريد أن نتباين مع من يطرح أطروحة أنه ما فما كان تقريبا طايفين في البلاد، أما فما من جهة النهضة وتوابعها ومن جهة أخرى فما نداء تونس وتوابعه، راه نقولوا احنا عنا تصور آخر اقتصادي واجتماعي بديل. وأوضح قيادة الجبهة الشعبية أن بلادنا تعيش وضعا صعبا، واتهموا الحكومة المؤقتة بالفشل في إنجاح المسار الديمقراطي الانتقالي، مؤكدين أن طرحهم يتوافق مع تطلعات الشعب وأنهم صاغوا خططا قطاعية وجهوية لإنجاحها. التجمع الشعبي الضخم اللي بيشتمل نهار 7 أكتوبر تعلن الخطط، وباش تعلن الخطط الجهوية في التجمعات الشعبية اللي باش تم في كل جهة اللي نركزوا فيها التنسيقيات الجهوية. ما هواش بلون داكسيون على المستوى عام فقط، لا، كل ولاية باش تقدم لها بلون داكسيون تاعها. الخطة العملية هي أن مش نركزوا على القضايا السياسية بصرف النظر عن الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية والعقائدية، وهذا نبحث على نقاط الاشتراك ومساحات الالتقاء بما يوحدنا وبما يخدم المصلحة الوطنية. الجبهة الشعبية مكون جديد في الخارطة السياسية، فما مدى قدرته على النجاح، خاصة وأن هذا المسمى كان موجودا قبل انتخابات 23 من أكتوبر الماضي لكن بشعار فقط. تدعيم التعاون الثنائي بين تونس وقطر في القطاع الصحي هو موضوع اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي بوزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بدولة قطر عبدالله بن خالد القحطاني. تعاون يشمل تبادل الخبرات الطبية وشبه الطبية استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة منذ سنة 2000 والتي تشمل مجالات عدة تهم الرعاية الصحية الأساسية. ضرورة تفسير وتفصيل وتطوير مذكرة التفاهم في شكل اتفاق جديد سميناه اتفاق تنفيذي لمذكرة التفاهم، وأمديناهم الأخوة القطريين بنسخة أو تصور لهذا الاتفاق التنفيذي سيدرسونها وسيكون التوقيع إن شاء الله خلال شهر ديسمبر. كما اتفقنا أن يأخذ التعاون هذا بعد استراتيجي يتمثل في أن تحدد دولة قطر احتياجاتها من الأطباء والممرضين على المدى البعيد، ويتم تكوين الإطارات وفق هذه الاحتياجات، ويكون التشغيل فوري ولأمد مطولة.
وأفاد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح لممثلي وسائل الأعلام عقب اللقاء أن الطرفان قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة ستبحث تفاصيل التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما مسألة تنظير الشهائد التونسية باتجاه الاعتراف المتبادل للشهائد العلمية في المجال الطبي. لأن هم يعتمدوا نمط الأنجلوساكسوني وإحنا نمط المعروف، ففيه بعض المسائل يجب نظر فيهم يخص معادلة الشهائد، والأفق متاعنا هو الاعتراف المتبادل بالشهائد هنا وهناك، بدرجة أن الشهادة اللي يحصل عليها في تونس يكون عندها مفعول فوري في قطر إن شاء الله، كما اتفقنا على أن تكون هنالك بوابة تونسية فيما يخص ما هو متوفر من كفاءات شبه طبية على الموقع متاع الوكالة التونسية للتعاون الفني، حتى يستطيعوا هم الولوج إليه عن بعد وتحديد اختياراته. موضوع غاز الصخور وما أثاره من ضجة إعلامية في الآونة الأخيرة لا يزال على طاولة النقاش صلب الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي، التي لم يخفي بعضها تخوفه من مخاطر إسناد ترخيص لشركة شال لاستكشاف في هذا المجال، خاصة تأثيره البيئي والاقتصادي المحتمل. نواب المسار الديمقراطي الاجتماعي ولدى عقدهم لندوة صحفية بالمجلس التأسيسي أكدوا على ضرورة عدم انفراد وزارة الصناعة باتخاذ أي قرارات في هذا الموضوع إلى حين الاتفاق عليها واستشارة الخبراء وتبيان مخاطره المحتملة. نسبة التلوث بالنسبة للمادة هذه إذا كان ناخذ نفس المعيار مش قيسوا عليه الخطر 25 مرة أكثر من CO2. خطر الثاني في هذه المنطقة يكون فيها الفراج النووي هي الرجل الأرضية. اليوم في أمريكا المناطق اللي قاع استغلال الشيء هذايا ثم معناتها وقع تقييم الرجل وزيادة الرجل 1500 ضعف. حديث عن مخاطر عديدة وجسمة يرى فيها الدكتور شكري عيش الخبير في علوم الأرض والبيئة تهويلا كبيرا، مقدما رأيه من الجانب العلمي البحث في هذا الموضوع. هدف متاع الشركات هذه اللي جات، أول حاجة ثم عدد أشياء، يعني الإطار القانوني مازال مش موجود ساعة، هذاك الإطار القانوني يجب يتحدد ويجب يخرج من المجلس التأسيسي بالنسبة للإنتاج، بالنسبة لاستغلال وإنتاج الغاز الشيست، ثم المحروقات التقليدية، أما هذه محروقات ثم غير تقليدية. هذه أول حاجة. ثاني حاجة الكلام على 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 أربعة أبار ب160 مليون دولار يعني مبالغ فيه. الأربعة أبار نقول لك نصح لك في ورقة ما يعديوش أكثر من 40 مليون دولار. هذه ألعيب الشركات وشكون وراءها باش من بعد وقت يقع مفاوضات يطلبوا، ما تعرف مرات يخرجوا 50-50 يطلبوا أكثر من 50% 60% على أساس أنهم يصرفوا برشا قبل. أول حاجة بالنسبة لجهة القروان وصفاقس والجم، معناها ثم طبقة طينية سميكة وسميكة جدا فوق الصخر هذا، معناها إمكانية أنه التسرب معناها من صخرة الأم، صح نسموها العروش مال هذا سورس روك، من صخرة الأم للفوق بالطريقة هذه يكاد يكون مستحيل. وين يقع التسرب؟ التسرب ينجم يصير في البير وقت يطلع الغاز، وقت الانتاج نتاعو يطلع يتسرب في المواد المائية. لكن هذه فيها حل، يلزم معناها وهذه معروفه معناها ماهوش جديده، معناها عند المهنيين يعملوا معناها عزل تام للمواد المائيه، مش المواد المائيه لكل الكولون اللي وقع اختراقها. يعني المواد المائيه يقع عزلها تماما باسمنت معناها عالي الجوده، معناها مفروض معناها ثم ريسك نتاع اثنين في الالفين، اثنين معناها واحد في الالف باش تصير ريسك نتاع تسرب غاز المواد المائيه. الحل انا نتصور انه يلزم لجنه تتكون لجنه فيها خمسه خبراء، خبير من الشركه الوطنيه لاستغلال البترول اللي تاب، خبير في جيولوجيا المياه العميقه، خبير من وكاله الطاقه، ثم كيف خبير من المجلس التأسيسي. هنا يلزم يكون معناها ممثل الشعب يكون هو يشوف بعينيه واش قاعد صاير وما صايرش، خاطر فيها برشا فلوس هذه. موضوع غاز الصخور يبدو انه افحى يتنقل من زاويه البحث العلمي والاكتشافات الطبيعيه الى زوايا التجاذبات السياسيه واخذ القرارات. غاز غير تقليدي يرى فيه بعض الخبراء حلا مستقبليا لتغطيه حاجيات تونس من المحروقات، اخذين بعين الاعتبار تقلص انتاج تونس من هذه الماده من 70 الف برميل يوميا الى 12 ألف برميل يوميا.
البحث في السبل الكفيلة ببعث منظمة تونسية لإحصاء التوزيع بالاستئناس بالخبرات الدولية خاصة منها الفرنسية في هذا المجال كان محور اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية بالشراكة مع مكتب الدراسات روابي ونقابة الوكالات الإشهارية. لوجيدي هي منظمة هي جمعية متكونة أوجيدي فرانس وهي جمعية متكونة من ثلاثة أطراف النشري والمعلنين ووكالة الإشهار. أي مؤسسة إعلامية اللي تكون منخرطة في اللوجيدي وعندها علامة اللوجيدي معناها الأرقام اللي تقدمها هي المستشارين متاعهم هي أرقام صحيحة ومثبت لها والمراقبة لهنا ما تكونش على السحب بركة خاطر نحب نميزوا ما بين السحب والتوزيع. نجم أنت تكون تسحب في 20 ولا 100 ألف ولا قديه أما ما توزع كونش 5000 لهنا اللوجيدي المهمة متاعها هي التثبت من التوزيع. منذ سنة 1920 دخلت منظمة إحصاء التوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حيز التنفيذ، منظمة يراد منها الحصول على معلومات دقيقة بالإحصائيات والأرقام لعدد مبيعات الصحف سواء كانت عادية أو إلكترونية، مما يمنح شفافية أكبر في مستوى المعاملات مع المستشارين. هذه الأسوسياسيون تمكن هي تخدم على السيرتيفيكاسيون في الكونتابيليتي تاع كل إديتور جريدة، تمكن لهما يدخلوا في الكونتابيليتي يثبتوا كان أنت قاعدة تبيع 20,000 ولا ينجم يكون أنت تعمل في طبعة 20,000 وقاعدة تبيع كان 3,000 في عام 2012 نحبوا نتعداو المرحلة نحبوا جورناليزم ونحبوا ميديا انديبوندون لازم يكون انديبوندون ايكونوميكمون كان الميديا مازال الناس يرشقوا عليه في الفلوس عمرنا لاش نكونوا عندنا حرية. راكم درستونا بالكلمة اللي قلتوها يبدو أن ورشة العمل حول الأمن الغذائي الحيواني والتي عقدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد انتظرها الفلاحون بفارغ الصبر أكثر من المنظمين أنفسهم لما ضاق صدرهم من مماطلة وتسويف وزارة الفلاحة والجهات المختصة لوعودهم بخصوص الزيادة في سعر بيع الحليب الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الساعة مما دفع بالعديد من الفلاحين إلى بيع أبقرهم. فلاحة قال منتاب جاء بدأ يبيع في البقر قال بيع الكريت والبغل الأول وبيع العجول وبعض البقرات مش ميخلي حد شيء وبدأ يبيعهم جاء بيع الكريت والبغل والبقرات أو العجول وبعض البقرات هذا ما عادش يخلصوا باش يخدم بالخسارة إلى متى باش يقعد يخدم بالخسارة. الوزارة هذه تتحمل مسؤوليتها على الانعكاسات نتاع الكلام هذا اللي يعملوا فيه لو 25 جويي يصرحوا باش نزيدوا بعد العيد مباشرة بعد العيد مباشرة ما زادتش ما جاتش زيادات 10 أيام ولا قداش في القروان باش نزيدوكم اليوم فوتنا 20 يوم هذا الكلام ماهوش معقول. البقرة راهي قاعدة تعرف ماهيش حاب ماهيش حابس هم يخموا في الأمن الغذائي للحيوان خمموش في الأمن الغذائي للبشر اللاهي بالحيوان. تكلموا على مجلس تكلموا على غلاء الاسعار عمره ما قيل انسان راهو الفلاح خسر ستوب. اذا كان ما تكونش زياده اش باش يعمل الفلاح باش فما البعض منهم ولا الكثير منهم باش يعزف على الانتاج وترسينا في تونس نولوا معناها نجيبوا حليب وربما يكون اغلى راهو فدينا ما عادش نجموا ننجوا راهو باش نمشوا اللي عنده بقرة باش يبيعها. فيما يرى ممثلون عن وزارة الفلاحة أن الفلاح كان ضحية ما يشهده واقع قطاع الأعلاف من ارتفاع مشطن لأسعاره. شعورنا بأن نقص الخطر بدأ يدق فعلا بالنسبة لأمن قطيعنا في تونس حيث أن عديد الفلاحين بدأوا يتخلصون من قطيعهم نتيجة غلاء الأسعار. غلاء الأسعار المواد الأولية اللي تدخل في الأعلاف المركبة للحيوانات. الإجراء الأول اللي هو السريع وهو مراجعة الأسعار أسعار الحليب عند الإنتاج وهذا موضوع يعني في صدد الدرس من طرف الحكومة. ارتفاع سعر التكلفة في الإنتاج الحيواني بصفة عامة سواء كان دجاج بيض أبقار حليب هذا كل يعني التكلفة قاعدة ترتفع ياسر. علاش التكلفة ارتفعت؟ لأنه نقاو مرتبطة بارتفاع سعر العلف. هي أزمة حادة يمر بها الفلاح باعتباره لم يعد قادرا على شراء الأعلاف المركبة والتي تتركب أساسا من صوجة وحبوب الذرة إضافة إلى تدني إنتاج الأعلاف ببلادنا حيث لا تتجاوز المساحة المخصصة للزراعات العلفية 7%. أحب نلفت الانتباه إلى أنه راه 7% فقط من المساحات المزروعة هي في الزراعات العلفية. العلف يمثل تقريبا بين 60 حتى 80% في سعر تكلفة الإنتاج الحيواني.
للأسف أنه العلف احنا بقى مرتبط بزوز مواد معناها اللي قاعدين نستوردوا فيها اللي هي السوجة والقطانية، حيث أن سعر طن السوجة حاليا يساوي حوالي 1200 دينار و هناك زيادات متواصلة، كذلك سعر طن من العلف المركب بالنسبة للأبقار حاليا يساوي حوالي 730 دينار، وهذا أمر خطير نعتبره بالنسبة للمحافظة على قطيعنا. في ظل ما يشهده القطاع الفلاحي من ارتفاع مهول وغير مسبوق في أسعار التكلفة خاصة منها الأعلف، تبقى وزارة الفلاحة مخيرة بين أمرين، إما دعم الفلاحين وإنقاذ قطاعهم من الإفلاس، أو الدخول في عجز غذائي يمس قطاعي اللحوم والألبان. مع اقتراب موعد عيد الأضحى كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن سعر بيع الأضاحي التي تجاوزت بكثير الأسعار العادية بتجاوزها حاجز 300 دينار. بعض الفلاحين الحاضرين في ورشة الأمن الغذائي أكدوا ما يتعرض له الفلاح من مصاعب في تكلفة الإنتاج وتجاهل الحكومة لمشاغله قد تدفعه لبيع منتوجه بأسعار مرتفعة ليسدد ما عليه من نفقات. شوف العلوش وين وصل اليوم فول فيت 600. انا لوكات سبتمبر صرحت قلت العلوش سناب بالكارت جريس راهو باش يوصل مليون وجيسيك وادير الزياده هذه كارثه بالنسبه للفلاح كارثه. هما ماشيين يجيبوا فعلاش من برا الويش تجي فيه؟ علاش تجي فيه؟ عندك برشا عمله صعبه ما لقيتوش تحطها خلوها يا رسول الله. ايش بيه نعديو عام ما نعدوش ما نعيدوش بيه. البعض الآخر يرى أن الوسيط بين المنتج والمستهلك هو الذي رفع في سعر الأضاحي وأن الفلاح خارج دائرة اتهام المواطن له. المشكلة الحقيقية في العلوش تتمثل في الوسيط بين الفلاح والمواطن، ما فماش مشكلة أخرى، والوسيط ينجم يكون وسيط واثنين، ينجم القشار يشري بالقرو مع عند الفلاح وبطبيعته هو الوسيط هكا يعاود يبيع بالقرو الوسيط اخر. اما العلوش الحقيقي، العلوش الحقيقي يتراوح حاليا بين 350 والبلي ماكسيموم 450 دينار، هذا ما عند الفلاح. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يبرر ارتفاع أسعار الأضاحي إلى ما يتجاوز الوسيط وهو عامل التهريب والذبح العشوائي. العلوش الآن راهو قاعدين احنا بدينا معناها في هنا الدولة معناها زاد لابد وهي راهي ثم قوانين واضحة معناها أنه حكاية الذبح قاعدين نذبحوا في برشا راهو معناها صغير بكل متاع 5 كيلو متاع 6 كيلو هذا ضرر بالثروة الحيوانية متاعنا. الآن معناها ثم برشا يذبح في الفتيمة ضرر بالثروة الحيوانية متاعنا. حد إلى أقصى درجة ممكنة من تهريب المواشي التونسية نحو القطر الليبي الشقيق خاصة، هذايا هو إجراء ومستمر فيه والمجهودات متكثفة وثم نتائج إيجابية، ما نقولوش وقفناه تماما، ما حدينا منه إلى حد كبير. والإجراء الثاني هو تحسين الوضع والإطار للفلاحين حتى هم يتشبثوا بقطعانهم وما يفرطوش فيها بالبيع تحت أي ظرف من الظروف. ربما أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي لا تهم المواطن العادي بقدر ما تهمه المقدرة الشرائية والسقف الذي لا يمكن أن يتجاوزه، وعلى الحكومة أن تتدخل لتضع حدا لهذا التجاوز. روائح كريهة وأكوام فضلات البناء وارتفاع أعمدة الدخان جراء حرق الفضلات مشهد يتكرر يوميا بحي إقامة الياسمين بجهة بن عروس، حيث عبر متساكنيه عن استغرابهم الشديد من تجاهل السلطة المعنية لهذه الكارثة على حد تعبيرهم والتي باتت وباء تهدد صحتهم جميعا. من قبل الثورة كان عشوائي يصبوا فيه فضلات البناء، ومن بعد ولات معناها كان خطة ممنهجة وحملة إبادة نقولها بصريح العبارة. السيد رئيس البلدية والسيد المعتمد الأول الولاية مشينا لهم مرة واحدة أخرى وهزينا لهم سي دي ممغنط مريقل تراكتور البلدية عليه البلاك دي ماتريكولاسيون والناس تحرق في الكوابل، هزينا لهم كل شيء. كي شاف البلاك دي ماتريكولاسيون عرفوه للتراكتور متاعهم، شو ولاو يعملوا من بعد؟ تدخل كاميونات وتراكتورات بلاش بلاك دي ماتريكولاسيون، دونك ثم تواطؤ تاع الاداره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي خطيره برشا، ثم دي كاميون سيتيرن يصبوا دي برودوي توكسيك، دي برودوي شيميك، شيء يبدا يبقبق مع السخانه. انهم كل يوم في الليل بريسك مرتين اقل حاجه في الجمعه تبدا الحريقه، ديجا داري كلها انفاس من البطحه راهم ما نعرفش جماعة البلدية بارفوا حتى راهو معناها زوز ثلاثة ولا أربعة رجال يبداو يدوروا كي تشعل. احنا باش نفطنوا وسط الليل كي تقوم تحس الحريق حتى بخلاء هذايا احنا كبار نحسوه
بخلاف الصغار شنية يشموا؟ رائحة كريهة ومعنتها وذوباب في الصيف وفي معنتها عباد ما عادش حل شبابك والحريقة من بعد يحرقوا ويجيوا ما يسمى بالبرباشة يبربشوا على النحاس ويحرقوا وتشتعل النيران. منهم مرة أنا شخصي اتصلت بالمية معنتها الحماية المدنية قال لي ما عندناش الإمكانيات باش نزوزوا ونطفيوا هذا في الصيف قبل رمضان. متساكنو حي إقامة الياسمين جددوا نداءهم إلى صلة الإشراف وخاصة رئيس بلدية المكان بإيجاد حل جذري وفوري لما أسموه بالكارثة. أحنا هذي نحب تدخل سريع وحل جذري بإزالته تماما ويرجع كيما كانت معناتها معد ليه منطقة خضراء. المطلوب الحريق الأخرى الحريقة ديجا أي واحد بمنطقة حساسية قال لي نحي اللي تابي نحي الريدوات زدت نحيتهم زدت تهرت أكثر نحس الدخان من كل شيرة من أي بلاصة جيدة يدخل معناها تلمو يطلع الفوق وتحسه كونسنتري تبدأ واحد في راقد ويشم الهواء كبير يحسه كديغ صغير شبش يأثر فيه. أنا ما لحاجتي معناتها اتصال بوالي نحب شكون يلقى لي حل المشكلة هالحي هذايا. معناتها عنا 290 شقة لهنا 290 عائلة كي نقولوا احنا 70% منهم عندهم أطفال وبيبيات معناتها مش معقول. يعيش عدد من العائلات القاطنة في صبات الزبيدي بحي الأشراف بالمدينة العتيقة بالقيروان حالة من الرعب خوفا من انهيار منازلهم التي تصدعت وتشققت وأصبحت غير صالحة للسكن نتيجة انهيار أرضي على مستوى خندق قنوات التطهير. ورغم قيام بعض المتساكنين بإصلاحات داخل منازلهم لكن عدم وجود تدخل في الفضاء الخارجي أرجع الأمور على ما هي عليه. عايشين في رعب وفي خوف وفي مهزلة، اي سايح يتعدى من هنا يغزر للمادري ويغزر احنا وين عايشين يقعد باهت كيفاش احنا في مدينه عتيقه وفي مدينه اسلاميه ونعيشوا في هالكوارث هذية. خايفين بصراحه احنا على رواحنا وخايفين على صغيراتنا. امطار جايه صغار تلعب اون بليس فما حشرات كثرت العقارب خارجه فهمتني الفيران فهمتني معناها عايشين في حاله مرعبه. صلحت وخسرت ما خسرت وكل شيء رجع كما كان كما كانت الحاله من الاول بكل. المتساكنون وأغلبهم من الأسر الفقيرة توجهوا بنداء استغاثة إلى المسؤولين لإيجاد حلول عملية لمشاكلهم تجنبا لحصول كارثة إنسانية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء. نرجع منكم السلطات المعنية بالأمر باش تنظرنا بالعين الاعتبار وتحن علينا. عايشين في مدريات عايشين في كئيب صبات كما هكا معنا في المدينة العتيقة وسويح تتعدى وتصور وكل شيء وإحنا خايفين معنا الكل معنا عار تونس وعار الناس الكل. ونحمل السلطات المعنية الموجودة في القيروان اللي ما سمعتنيش وما رأتنيش وما تعرفنيش وما تفقدتنيش. نظمت صباح اليوم مجموعة من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية سوق الأحد بيقبلي رافعين شعارات تنادي برحيل معتمد المنطقة الذي لم يمر على تسميته سوى شهرين متهمين إياه بتجاهل مشاغل المواطنين والموالاة لحزب معين على حساب البقية. من أول رمضان وهي جاي ما قدم لنا حتى حاجة في سوق الأحد أبل زاد أقصاء شعوب نقص من الخدامة اللي دخلتهم الحكومة ومحتاجين على الإعانة انتع المعزين من أول رمضان التو معطي منها حتى شيء والمعزين المنحة تاعهم زاد رقدها وأي واحد في سوق لحد راه جاي يشكي قال له ما تكلمنيش خلاص. أنا نقر أن المعتمد هذايا عنده لون والمعتمد هذايا يخدم حزب واحد وراه لا سبيل إليه لا سبيل إليه حكاية الحزب الواحد هذا مهما كان الحزب. يعني أي عمدة جي أو أي معتمد جي إذا كان باش يخدم حزب واحد راه لا سبيل إليه في تونس. المحتجون أصروا على خروج المعتمد حيث تحول عدد منهم إلى مكتبه ودعوه لمغادرة مقر المعتمدية تجنبا لأي تصعيد قد لا تحمد عقباه وذلك لم يمنع تعرض المعتمد أثناء خروجه اعتداء بالعنف من طرف بعض المحتجين. وفي أخبارنا العالمية طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند المجتمع الدولي بإيجاد حل عاجل من أجل تحرير شمال مالي من الجماعات الإسلامية داعيا إلى قمة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس المالي المؤقت ديونو كوندا تراوري موافقته على تدخل عسكري.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة تنحي الرئيس السوري عن الحكم، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات عليه، في حين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن بلاده ستعترف بحكومة مؤقتة تمثل سوريا الجديدة. أما الرئيس القطري حمد بن خليفة آل ثاني فقد دعا إلى تدخل قوة عربية في سوريا. دعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لموظفي القطاع العام أبرز نقابتين باليونان إلى إضراب عام وتحركات احتجاجية لمدة 24 ساعة أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على إجراءات التقشف التي تعتمدها الحكومة اليونانية. ويواجه اليونان صعوبات اقتصادية مما دفع عددا من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا إلى الدعوة لإخراج أثينا من منطقة اليورو إن لم تستجب لمطالب صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة اليونانية. أجبرت السيول العارمة في شمال شرق الهند مليوني شخص إلى النزوح، وذلك عقب تهطل كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى فيضان نهر براغماغوت، وتسببت هذه الأمطار في مقتل العشرات منذ فترة، كما تسببت الفيضانات في جرف عدد من المدارس والمزارع وإغراقها، وكذلك سجن إقليم جورات، حيث قال محافظ شرطة الإقليم إنه تم إخلاء السجن ونقل المساجين إلى مكان آخر بعدما لوحظ من ارتفاع منسوب مياه نهر براغماغوت. هي فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها، اسمها وديعة بنت محمد الصالح بن علي عفلي. خرجت من منزلها الكائن بدوار هيشر يوم 19 من سبتمبر الجاري متجهة إلى مستشفى التنظيم العائلي بدوار هيشر، ومنذ ذلك التاريخ لم ترجع إلى محل سكنها، وانقطعت أي معلومة عنها ولم يعثر عليها إلى حد الآن. فالرجاء من يتعرف عليها أن يتصل على الرقمين التاليين 22-522-009 20-995-480. نهاية هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. الجبهة الشعبية مكون سياسي جديد بشعارات قديمة. نواب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالمجلس التأسيسي يحذرون من مخاطر استخراج غاز الصخور بالقيروان. ورشة الأمن الغذائي الحيواني تبحث في أسباب الارتفاع المشط للأعلاف وانعكاساته السلبية على الفلاحين. أهالي معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي يطردون معتمد المنطقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.